بسم الله الرحمن الرحيم. عتي ومنعم عن الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل قطاع سياره الاجره الصغيره بالمحمديه. اولا بمناسبه العيد الاممي للطبقه العامله الذي يصادف فاتح ماي من كل سنه، نوجه رساله الى كل من يهمه الامر من اجل الجلوس معنا الى طاوله الحوار الجاد والمسؤول لايجاد حلول ناجعه وموضوعيه لفائده الطبقه العامله وعموم المأجورين والإنصات إلى مشاكلهم وهمومهم حماية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وخدمة مصلحة البلاد ديالنا. وشكرا. خياطي صبر، كاتب عام النقابة الوطنية مهنية سيارة الأجرة بالمحمدية، نائب الكاتب الوطني النقابة الوطنية لمهنية سيارة الأجرة بالمحمدية وطنيا. الاخ كنت طرحتي عليا السؤال حول المكتسبات والمسائل اللي حققناها بفضل النضالات ديالنا وبفضل واحد المجموعه ديال المسائل، ما غاش ننكرو. كاين داك رش الرماد في العيون، كاينه شي حوايج لهادي، ولكن مازال خاصنا نزيدو في النضالات ديالنا. هاد الناس المسؤولين ديالنا ما كيفكروش يحلوا المشكل لا ديال المهنيين ولا ديال المغاربه بصفه عامه. كنشوفوا الزياده في الاسعار، كنشوفوا الزياده في المحروقات. وعلى ذكر المحروقات، الا كان الموظف كتزاد في السلع وفي المواد الاساسيه سكر اتاي بوطه هذه، وكتنقص لي من الاجره ديالو وكتقل الكاهل ديالو، فاحنا كيتزاد عندنا جوج المرات، لان اول حاجه هي المحروقات. حنا الماده الحيويه اللي كنخدموا بها وكنصوروا رزق اولادنا هما المحروقات. كاينه زياده فيهم عاد بالزياده بحالنا بحال الجميع. اذا حنا اكبر المتضررين من هذا الشيء. وتصور معي قطاع النقل من اهم الناس، الدول اللي كتحترم نفسها راه من اهم المزايد في بلادهم. هنا الحقره كنحسوا بها، لا ضمان اجتماعي لا تغطية. 60 عام دابا وحنا في الاستقلال، باقي ولاد الشعب المهنيين ديال النقل ما عندهم لا تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي. هادشي راه اللهم إنا هذا منكر. أخرنا دائما احنا كاع دوك اللي كيشدوا كيلحقوا للسن ديال ما بقاش قادر يخدم، ما كنقولوش تقاعد لأن ما عندناش، إما كيولي سعى وإما كيولي مليوح في الزناقي وإما هاد. رغم بان النقل من اهم المسائل في البلاد. حقره الحكومه اللي سبقات ديال بن كيران كانت ذكرت على الدعم ديال المحروقات، كانت وعود كاذبه حيث ما توصلنا حتى بشي ريال. واش رئيس ديال الوزاره كيكذب على الشعب وكيجي كيقول لك انا حققت وحققت وحققت. اش حققتي؟ زياده في الاسعار لك كتباها بهذا الشيء؟ اللهم إنا هذا منكر.